اللي انا ماسكها في ايدي دي بيبقى فيها كهرباء، وده الارضي عشان يتولد شرارة قاطع اشارة تدي اشارة المبينة ان هي تدي نبضات كهرباء. النبضة 12,000 فولت بتدي 4 نبضات. وده شاكوش التوزيع، ده شغلته ان هو بيلف جوه وش الاسبراتير، ده وش الاسبراتير. والشاكوش ده لما الوش بيركب بيبقى راكب بالشكل ده كده، بيلف بياخد كهرباء من هنا، السلكة اللي جاية من الموبينة اللي 12,000 فولت بتيجي هنا في المركز ده، والشاكوش ده السلكة بتوصل هنا كده وبتنقل الكهرباء عن طريق حتة النحاس دي وعن طريق دوران الاسبراتير، بيبدأ الاسبراتير يخبط في الرجول دي كده يوزع كهرباء، ده اسمه الموزع، يبدأ يوزع كهرباء على الرجول دي وهو راكب. الوش ده ليه مجرى اهي، قصدها بنز اهو، لما بيركب ما بيركبش غلط، بيركب كده هتيجي تحركه يمين وشمال مش هيتحرك، تقفل عليه الكلبسين. بناء عليه الشرارة هتيجي من السلكة اللي في النص دي بتاعت المبينة، هتتوزع على الـ4 أسلاك. الـ4 أسلاك دول رايحين فين؟ رايحين على الـ4 بوجات، كل سلكة برقم مكتوب على الوش وراحة للبوجي بتاعها. يبقى الكهرباء بتيجي من هنا، كهرباء البطارية تخش على محول الجهد، تتحول من 12 فولت لـ12,000 فولت عن طريق قاطع، بتطلع في الكابل الضغط العالي 12,000 فولت، تروح على الاسبراتير الموزع، الشاكوش يبدأ يوزعها، تلف تيجي على الـ4 أسلاك بوجهات. يبقى انت لو عطلت في الشارع اول حاجة لازم تتأكد منها ان في كهرباء كونتاك راكبة هنا، لازم تتأكد ان الاسلاك دي واصلة، كهرباء الكونتاك دي لازم تتأكد ان هي موجودة، ان انت تشرزه في جسم العربية، وبعد كده تتأكد ان السلكة البني دي سليمة